ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله تعالى موضوعنا قامن مانتا إن شاء الله وحنكو إيجينا بر الوالدين. لبدا والد أو باره الله نقضى وناق إي أجر كأي لاذحي أنقو إن شاء الله وهدي إلهي نقارسيو جمعة دمنا كهل لدونا. لبدا والد أو عاصي اللي قلنا نقضى لباتة إي دنب كأي لاذحي وحكا رتمي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي نقول ليه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، ربك وحو أمري نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قضى ربك، أمر ربك، ربك وحو أمري ألا تعبدوا إلا إياه. إني نعابدين إلا إياه أسقم يعني إلهي ساس أمري حيث أحد أسقى كسو هريو عبادة متيستي مجرو عبادة إلهي ينبع إسكاله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديسي وحو دوردقي حق أسقى أولها وحو إلهي دوردقي وكحجيي والدك إلهي كحجي. وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لبدي والدو إذن دشينا وناك أسمية إلهي وناك أسمية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لبدي والدو كل شيء متكمل هدي وضغنمية ويلنم جارو أحدهما متكود أو كلاهما لبدو دي بأكتادي كدقوة هذه كل جوجا معايا لي. لبدا والد يكون شيء مرك أديك عادي يا رايد أما مرك أيجو أي حوج لهايين أديك كورين يينو كافي كير يينو وحول بي كل مريين هذاي وعيلو بان مرك عمر جودي دهرادو ثمر تودي أي تكتو عقل جودو وضعيفه أديك مرك أديك يكون نقل يان دولسار ساد أديك هو مرك عادي يا رايد أيجو أدولسار نيدو إلا أيها كل دلالة عد كأجده وكله أذيان مجرته كسب كادي بعد كم تهايوه سيدا أول إدبالغوت المهما المها أديك عبد الشيء هدو ولد في عن نقضه وعيالها وحكم بها عبادة أجر كذا ومكاب أي نبو كم بها سيدا النبي قلت المهما عليه السلام: إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من أقوله ولدك صالح ويدعو له لقري صدقة جارية أو صدقة يستطيع أجر كذبا كوسعا علم نافع هذا برتي أما قرآن هذا برتين أجر كاقو إماي أو ولد صالح يدعو له عنق ونارسنو إهل خير هذا كتكتو أدوية كتكتو وكوسو دعين ينا أجر كاقو مقو أيالي محال الله تلما من مكة عنه إنه أجر كأج كم ذا وأجر أن كأج أين لأنه من كده وكسبه بكم ذا عنه قف كان
ilmaha asagu uu dhalay kasabkiisuu ka mid yahay. Marka hadduu wanaagsanaado, marka waa camalkiisii saalixaayo ka go-aynin waayo ajirkaa. Ilmuhu waxa uu samaynayo ducada uu waalidkiis markaas u ducaynayo waa khayr aan waalidka ka go-aynin oo ajir iska soconayo. marka ilaahay wuxuu ina leeyahay labadii waalid oo idin dhashay midkood ama labadoodii hadday agtaada duqnimo ku gaaraan, falaa taqul lahumaa uffin, labadii waalid oo ku dhashay ufaha oranin. uftaas yacni waxaa looga jeedaa kalaam kasta oo xun ha dhihin wey, wax hadalahoo xunba ha dhihin wey. ficilna waa min baabi lowlaa, hadal xun waalidka ha la qaabilin mar haddii lagu yidhi uf iyo ama yacni wax hadal ay dhibsadaan oo dhan ha u dhihin haddii lagu yidhi. wax ficil ahoo ayaga dhiba inaad u geysatana waa kasii baabi olow. walaa tanharhumaa, labadii waalid oo ku dhashay ha zajrinin, ha canaananin, ha hororin. hadday wax ku yidhaahdaan ama haddii aad yacni la hadasho, hadal kulul iyo canaan iyo raddi ha ku samaynin. waqul lahumaa qowlan kariima, hadal wanaagsan bay kaa mudan yihiin hadal wanaagsan bay labadii waalid ku dhashay. waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma, labada waalid oo ku dhashay waxaad u raaricisaa baa ilaahay leeyahay. janaaxa dulli, garab naxariis le u raarici labada waalid, yacni qowlka iyo ficilka labaduba u jilci waay. qowlkaagu ha dabacsanaado, ficilkaagu ha dabacsanaado, wax alla waxay kaa doonayaan oo dhan oo wanaaga u yaal. wax wanaagaba hadday ku warsadaan u yaal, wax wanaaga kula hadal. waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira, sidaa uun ku hay weligaabo, ilaahayow u naxariiso markaan yaraaba siday ii soo barbaariya. taasay kaa mudan yihiin inaad u ducayso mar la arko. markii adigu aad yaray dhabarka lagugu waday ama yacni dhabta lagugu hayay oo xaarka iyo kaadida iyo wax walba aad ku shubaysay, wax dhiboo aad iska celin karta aysan jirin, dhib badan baa lagula soo mare. xaqaa maba gudi karti, ma dhammayn kartide. waxaad tidhahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa, ilaahow u naxariiso, kamaa rabbayaanii sagiira, markaan yaraa siday ii soo barbaariyeen, ilaahow u naxariiso. waladka iyo waalidku waa kala duwan yahay baa la yidhaah. waalidku ilmahoodu markuu yar yahay wuxuu mar kasta qalbiga yacni ka jecel yahay oo ilaahay u baryaa inuu ilaahay barbaariyo, inuu weynaado, inuu cimrigiisu dheeraado, inuu wax fiican noqdo. waladkuna waalidku markay duqoobaan oo agtiisa ku duqoobaan muxuu tamaninaya? ilaahow iga astur buu leeya. ya waalidkii cimriga ilaahow igu dheeree ma dhahay? ninkii waalidkiisu dhintay ceebtiisa ilaahay waa asture, ilaahu ceebteeda astur buule. wuxuu jecel yahay inuu labada waalid xabaalo. khalaas soo ma, aad bay u kala duwan yihiin baa lee, wax isu dhow maaha waladka iyo waalidka. rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan oo la koobi karin buu birulwaalideyn kaga waramay. muslim iyo bukhaari waxay wariyeen, saxiixaynkooda ay ku wariyeen, abi hurayra saxaabiga la yidhaahdo laga warinayo, nabiga sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimid. markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahayo, man axaqu nnaasi bixusni saxaabati, dadka yaa ugu xaqnimo badan inaan si wanaagsan ola dhaqmo, si wanaagsan inaan ola dhaqmo yaa iigu xaqnimo badan dadka? qaala wuxuu yidhi nabigu, ummuka, hooyada. uma qaala wuxuu yihi ninkii nabigii, uma man buu yihi ninkii, uma man yaa ku xigo? qaala wuxuu yidhi nabigu, ummuka, hooyada. qaala wuxuu yidhi ninkii, uma man? qaala wuxuu yidhi nabigu, ummuka, hooyada. saddex goor buu nabigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. hooyada xaqeedaa weyn, labada waalidba ayagoo xaq kugu leh, haddana hooyada xaqeedu sii weyn yahay markii xagga biriga la marayo. birulwaalideyn markii la joogo hooyadaa la hormariya, liannahu way ka dhibaato badnay hooyadu. qaala wuxuu yidhi, uma man? qaala wuxuu yidhi nabigu, uma abuuka, aabbaha, ayuu yidhi markii afraad. uma adnaaka fa adnaaka, qofba qofku kaa xiga unbaa haddana xaq kugu siil. saasuu nabigu leeyay, qofba qofku kaa xiga. markii ilmahan korintiisa iyo dhibka lala soo maray, markii la fiiriyo hooyadaa xagga dhibka badnayd baa la yidhahdaa. hadhow madkay labadoodii haddana isla weynaadaanna hooyadaa tabar daran baa la yidhaha. marka laba gooraba baabul biri markii la marayo, hooyadaa xaq weyn,
أباها إيه هويد وعنه عن أبي هريرة وحلق وريه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة رواية الله بعد إمام مسلم أورنا إيه يعني كلا وحو النبي وكل رسولك إله يو ذاتك يا أبو ناكسن إنا سفي عن الله نقم يا إيه حق نما بضن من أحق الناس بحسن الصحبة قال وحو يرى النبي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك أبو يرى النبي هو يدا أبو نبي يرى عليه الصلاة والسلام صدح قربك علي وتأكيد ثم أباك أباها ثم الأغرب فالأغرب قرابة دي كلام أمرك أكو حكت قرابة دي كلام أي أمرك أكو حكت وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقم أنفه بالنبي صدح قربك علي واحد لي النبي وحيري رقم أنفه نكاس سنكي سبا الدلوبي رقم أنفه معنى هذا هو يعني لصق بالتراب ولحقه الهون نكا هون يعني هون يدل بها كل عي ونن عرض عيو أفقن بأدعي لنا دي أفقن بلوتور من دل كل عي سوما رقم أنفه ثم رقم أنفه ثم رقم أنفه قيل وحالي من يا رسول الله وكما نكا سلا عن كشكتي صدح قرات كعلي سئل الدلوبي قال وحو يري نبي من أدرك والديه عند الكبر وأنك لبدي سي والد سو قاري وحليلي عند الكبر أحدهما أو كليهما لبدي سي والد با أكتي سكوين هذه أو ميت كم ذا كوين هذه ثم لم يدخل الجنة جنة موسى قال لكاس نكا واد دلوبي يري نبي عليه الصلاة والسلام دلي با كرة عند كاس لماذا والد بأكتي سكوين هذا أما متكود بأكتي سكوين هذا جنن موسى كلي معنوه وحوية بر قاضي هي بارين ما ضاضي جنة كموسى هلين كاكمون متيسنوا كاسوا مد الله بيبور النبي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم يا أبو داود يا الترمذي بحديث كان ورني نبدأ أنصاري ذا النبي ويمد عليه الصلاة والسلام جاء الرجل من بني سلمة ريب بن سلمة وهقول له الأنصار تكمل ريب بن سلمة ليراد فقال وحي يا رسول الله هل بقي من بري أبوية لمن يدي والد باري نمضودي وحما كهري بعد موتهما لمن يدي والد حديث ننتان وح باري نماء ونقص من كرامجرة قال وحي النبي قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام ضيفهما وإكرام صديقهما أي النبي عليه الصلاة والسلام لما دعوا للبركة الإنسان بعد جد وحد باري نما وقصة من كرتا وقصة باري نما فلي كرتا الصلاة عليهما إن أدود دعي سواء إن الله دي والد أدود عيسى مركز طبعا تراضو إله الله دي والد وإن الشيء والدين تيدو إذن إله أن حارس إن تراضو والاستغفار لهما إن الدم دافء ويدي سواء مركز طبعا إله يو الدم بقود دافء إن تراضو وإنفاذ عهدهما من بعدهما بل أنك أي كب الله مينا وإن تفلسو كذاشت هذي أن أنت سيدا يسيدا يل هبلو بلنك أيك على بلمنه وين فلس وصلة الرحيم التي لا توصل إلا بهما قرابة أن الحريرين إلا أيق إلا بحريري موياري وين الحريرس صلة الرحيم التي لا توصل بهما محيطة قرابة أن الحريرين أيق موياري قرابة أيق مركي نولاين أن الحريرين جيرين قرابة تقوين وإن الحريري سواء هذا لما دعوا لنا القبر أو بار النمو قصادار ربطهم قرابة ذو ذي هجوين أيقوا أي حريري جرين
يايسان أورانين أنو قفك يعني ريركا قفبا كلها يقفك نواتقي يايسان إيه وإن الحريري سوا يقرام الله وإكرام صديقه ما قفك أيها صاحب لها وإن الإكرام قفك أيها صاحب لها لما هو قفك صاحب لها سئال إن هذا إكرام تو ما هي الوالد كان منك صاحب لها هنجري والد كان وكلاوه يموت منزلة والديك وجوغاب نقص منك لما هذا والد صاحب لها او الله سبحانه وتعالى او اسجعلايين لما هذا والد منزل كوريب وكوجوا يسيدي لما هذا والد وكلاوه إكرام نقص قفك أو إكرام أباها منك صاحب لها أما رجي أصحاب الله يهو يلا رجي صاحبها دتك صاحبها الله يعني إذا قانينه ونكسناينه وسكوف في عناينه صحبة إياه ولا نولاشة إياه معرفة في عنا كده هيسي وأين الحليل سوا وأين الحليل تاسع بارين من الله قصة بين كرامرك ودنت يعني والدك مرك ودنت بعدك تاسع النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يبهاق باورني عبد الله بن عمر أيام مال أسوى مكان قال لي مكان مرة يوم ضمير سارا أيها وحكوري من رجع بادية وها صعود أيها كوري نك يوم قرتي مركز ضمير كي وصار ناب وقدقي فول بيل ضمير كان ضمير كي وصار إمام الدين ماذا حاوجد منين يكون في ما حاوجد رتين ماذا حقوق لي صعود يمرك ابن الدينار اللي هذا اللي صعود مرك عبد الله بن عمر تابعي مركز الله الله وحيري عبد الله بن عمر دي كان يعني وحكم بها قولة الرباديه وأعرابته وكم من رجل مية ودورك كي يمدبوها قولة الرباديه هانا وواحد اسكاقنا عبادنا اسكاهم قريسنا وحيار باب داقي لها محاد انتا صورة نسوكو درت قاديد كاقبة سيسي مركاقبة ولبس كاقبة وقلسي وحيار هدا سين لهي العمامات هدا سين لهي واسكاقنا لها دي الرباديه ودعوين وحيار بيعنا ايو بس اسكاقنا عبد الله بن عمر وحي المركة من كان أدرك يسوسل هذا أنو إكرامي أبيه عمر بن الخطاب رفيق هابو أباه عمر بن الخطاب من كان أبيه بصاحبه هابو رسول كان وحان كم مغليب صلى الله عليه وسلم إن أبر البر بار نما وحا أقف فضل بدن وأقف كامل سن سلة الولد ولدك إلمها أو حريري أهل ود أبيه أبيه دتك إزجعلاين وصاحب أهاين أهل كيسية قرابة دي سينو سيح ريريو أساقي إسكا برناف أباها ننكي صاحبك الله إسكا داف ننكي صاحبك الله هنجر إلمه سيد الله إيا دت كيسي إيا دت كيلا نشي إيا يال روائنا إكرامتو محاسكو إكرام إسا ودكو حريري نيسا إلمها أباها بعدك أباها صاحب له أما أبوغا صاحب له هنجر تاسال روائنا مرك ساسا النبي كم مغلب يوري عليه الصلاة والسلام ساسا أكرامين يا أبو نكان أباه يا أب نكان أبيس يا أباه بصاحبة هنجرم مرك والد كساسا ربا بارين الله قصمي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحيري حديث إمام الترمذي ورنا إياه خض الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين إلهي رضيه سلبا الوالد رضا هذا بكجرة حتى لو هذا هو الرالي جلسوا الرالي كايهين إلهين الرالي بكاي لو هذا هو الذي كوع عريسيهين إلهين وكوع عريسيهين سبحانه وتعالى لأنه إلهي حقوق دي سمركة قرطوت قدتو عدك لو كاقا حقني ببضل المجر لو هذا هو الذي كرشيوه لو هذا هو الذي كرشي عدك لو حقني ببضل المجر وهنا الحقوق دي إلى اللي سوى حكمة بأوحى الوير هذا من أرضى والده لو يسي والدك رالي قليو أرضى خالقه خالق يسيب رالي قلي ومن أسخد والده لو يسي والدك كعريسيين فقد أسخد خالقه خالق أسخد أبو ريبو يو كعريسيين كاس حديث كانوا لما عليه إمام الترمذي ووريني يو لما عليه بركة لما له والد وإنا كدلاش برقه وإنا كدلاش عبد الله بن عباس وحوليه قرآنك صدح لما كان الرئيبين بوير أضيع الله وأضيع الرسول أقيم الصلاة وآت الزكاة أن اشكر لي ولوالديك صدح لا لمك الريمين بود هذا إلهي سبحانه وتعالى يعني أدعي ديسة يعني راعي ديسة وحالو حلي وشرد للراعيين رسولك إلى الرعلا عليه الصلاة والسلام هذا النبي محمد خلافته إلهي بان أدعي مكاس ورمس من يضيع الرسول فقد أضاع الله بإلهي إن الرسول كأضيعنا ويسكلوا إلهي أتكو أضيعك رتب مجرى وإن وضد الرسول كالرعو
أقيموا صلاة وآتوا الزكاة وإله إليه زكاة إيو يعني صلاة دانا وقال لحديدي يلا بدو باس صلاة دانا وإن تكنا يا حولها أن الزكاة كبحين مايو كاس إيمان نقر مايو إيمان نقر مايو مركا وإن وقفكو لبدو باس مركو صلاة دانا تكذو وشهادتين كي صلاة أولي ما الرقنك صدحات والزكاة دي وإن حولها الزكاة كبحين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير با إله إلي أنا إبو شكري با إله إلي إن أنا يعني خالقي كو أبو رأي هاي قرأ إن أنا كون نعمي هاي قرأ إعابد أنا لما دي والد وكو رشينا كو شكري با إله إلي لأنه الدنيا دان إن أنا إماتو أي غا سبب كو قوها إلهي با الدنيا دان كو قو أبو رأي محو السبب كاقا دي لما دي والد با إلهي سبب كاقا دي أي غا كو نالي وان أي غا كو نالي مركا إلهي شكري جيسي لما دي والد شكري قودنا لما كل الرئيب عبد الله بن عباس دا سوليو لماذا هذا والد وحالقه المامي الوالدان لماذا والد وكل شيء هما الجنة والنار أما الجنة يكون نغنيا أما النار بيكون نغنيا ساد هذا وكذا كتوى أبي أمام صحابي قال لي هذا وحليه نبى النبي أيه صلى الله عليه وسلم فقال وحري يا رسول الله ما حق الوالدين على ولديهما لماذا والد حق وضعي حقوق ضوض محيطه إلا ولدك وضعي كليه قال وحي النبي هما جنتك ونارك لو هذا والد جنة هذه يا نار هذه أموي متى أتكلم قتوم يكون غني حدث باري أون قتوم جنة يكون غني جنة كوجل يسافر قلاص حدث عاصي سنة النار بيسوق كوجل غني عن سماه هما جنتك ونارك ونقولي ابن ماجه هذا حديث جورني بر الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله ومن أحب الأعمال إلى الله لما هذا والد بارين نبضوضة وأعماش إلهي حقي سلوه جعليها ما إلهي أبتس أو قفض البضاء روى الشيخان وحي وريين في صحيح عماء عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود كي وريين قلت وحاني ربور يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عمل لسمي يكيبا إلهي أبتس سلوه جعليه قال وحي النبي الصلاة على وقتها صلاة وقتها إذا اللي قدت كذا وحكا فضل البضاء المجر قلت وحان إربو يري ثم أي كيكو حيقو قال وحي النبي بر الوالدين مرتبط اللباد وحاق لي بر الوالدين لماذا والد الباره النغطوة مركع عمل لقبت إلهي أكتي سيقفض لبضنته لماذا هذا والد إنه الباره النغطوة إنه الباره النغط الجنة تحت أقدام الأمهات وعليه النبي عليه الصلاة والسلام جنده وحياة هاتي هو يد اللغة هذا هو يالك اللغة هذا اللغة هوسط هذا جنده كجزاء جنده بدوني هو يد اللغة هذا هو هوسط هذا كرادو ورجنده ما شاكا دون نالك الله الرادين معنى هذا هو محي هو يد انا باري النقطة والسبب كي آد جنده كجلي له هو يد يعني لغة هذا هوسط هذا جنده كجزاء معنى حوية هو إذا هو تفريسون لغها قبص رالي قيلي وي معنى باري أنقو حداد باري أنقوته هل كا أمبات جنة كيليس أبو يعلى وحو وريا يطوراني وحي كو وريا سنك ولكو وريا نين أيا النبي أيمي صلى الله عليه وسلم فقال وحو يا رسول الله إني أشتهي الجهاد وحان جعلها آد دوني جهاد بان رباني جهاد في سبيل الله إنان قالوا قالوا اللي جهاد دوني ولا أقدر عليه من أوذؤه يعني وحيالي أصبحت أقول كل جهاد لها أنا ما هيستو جهاد كانوا وانجع الله يبي فقال عليه الصلاة والسلام نبي بوحي لها البقية من والديك أحد لبدي والده وكنا شيء منه ما كانوا ليها قال وحي لأمي هو يدي بانول هو يدي بانول بيوت فقال وحي لنبي صلى الله عليه وسلم فاتق الله في برها ورهو يدا إلهي أوجبقه أبارني مسمه هو يدا بارني ما ده إلهي أوجعش هو يدا بار أنقرض فإذا فعلت ذلك هداد سمي سيدا هو يدا هداد لالي جلسه أتبار أنقرضه فأنت حاج ومعتمر ومجاهد باتهاي برنبي عليه الصلاة والسلام
نين حجيه او حجكي واجبك الهي قتي صار عمريسي وعمرتي قتي مجاهد او في سبيل الله وبحي انت اصلا لاجي نقرس هذا هو يدا برغد كدداش وهو يدا رالي جلي سوا او يعلى يا طبراني باورنا يا حديث. وفي الروايه وحاب كسونيت قلت وحان اريد يا رسول الله اني اريد الجهاد جهاد ونص على رسولك الله اذا ما روى ان هذه فصحده جهاد كانوا جذابه. فقال وحي النبي أحية وأحي يعني أحي والدتك هو يدا منوشا هو يدا منوشا ابن النبي يريد من مركان يريد الجهاد كانوا صعدا. قلت وحاني نعم ونوشا هو يدي واجبتا. قال وحي النبي إلزم رجلها وهو يدا لقطة لازم فثم الجنة جنة بيشا سيكجرتا جهاد كواحد كرة دي نيسا سو جنة ماها إن هذه الله رديه سيسا جنة سو ماها. فالإلزم رجلها أبو النبي وهو يدا لقطة يعني برق هذا لازم وكد ذال فثم الجنة جنة بيشا سيكجرتا. نبا النبي قيم صلى الله عليه وسلم فقال وحي يا رسول الله إن لي مالا وولدا رسولك إلهي وحولا قبا المرء وان له يدع رب ما له وإن أبي يريد أن يجتاح مالي أبا هيبا وحدون يا وحن يستور نبا إلو إيقا قاد سعنو كمان سوكرنها ما يسأل ربط إلمها قوة شاق يسوح هذا هي ستانا اسكا قادنا يريبي حتى أنا قد إلما له عربا له أبي هنا والله يا بابا أنا عرور يريني ده تقوى يرى هذا أبا هذا هذا عرور يرى أنا قبل كوي ربا يجوا يوم كرني يا سما مسيرة صدق أرنى سابا مركه هو سود دعوة ورسول كلاه يو حلو أن يزداد حلو والله نهى المنو والله هيدا ده المها سما يكفي كريا المنو والله أبا هنا وحدون يا بور أن يجتاح مالي يجتاح وحالي را إلا جرد قيوب إبر كل اللي إنه يجوا القاطر بقى حتى ساسا دعوة كاهيوة حنا نبي أبو جوابي أنت ومالك اللي أبيك أديك أي حولها هكا وأباها بايسكالي عزيزي سورة بهاي يا لاصيك يا أنت ومالك لأبيك أبو نبي عليه الصلاة والسلام مالك لأبيك أبو نبي عليه الصلاة والسلام ابن ماجه بحديث كورني مركا أباها إن المصلحة موياني دي إنها تراضو وحب الشقيس كمالي الحولها أنا شقيس إنت كبح خلط ويساس شاني مركي لو كرنا يا محاضة هاي حوم هذا هاي دي بدن بالو ولا سومر عبد الله بن عمر بقى وهو أركان ينين هو يدي ينتو حمبارة كعبدة توافسين أيه فقف كده عاجز يا هاي والله حمبارة سوما أما سرير بالو قالا هو يدي بو ينتو دبر كساري بو توافسين أيه مركز سو سوفير وحوري عبد الله بن عمر ميادة أركان ينبر هو يدي إن الحق هذا أوجدي هو يدي إن الحق هذا أوجدي سومر مركز وحوري خير بات سميس أحسنت وناك بات سميس حق هذا مجد كرتيد لكن خير بات سميس يقول محايا المال أي دبر كقوة دربت أثارنا دربت أما يكون حمبار سنة أو سيدا أنت أقول لك هذا إنه نحن أي نحن نحن أنت أكلي هذا ولي يقول كريم بور هذا أنت أصغر دبر كقوة وسيسن مجد كرتيد لكن وناك بات سميس خير الله كسي يقول خير الله كسي والدك حق يسلم مجد كر ولا لا حق والدك واحد لجود كرماها وحاكلي أو لجربا إن هذا نود عيسى اللي بدأ هذا والد أنت تبرت هذا أنا بري وذات كده داش إن هذا اللي قلنا كرتون سكوت اللي بدأ الوالد بعلا وحي كارما قولك يا فعل كإن هذا أجل عيسى حتى يعني وحي هذا قبلنا إن حتى وحربا إن هذا اللي وناس تكو تراب مرنا بهذا الكهكور كين اللي بدأ الوالد أو كنا شيوا اللي بدأ الوالد أو كنا لهذا بين عاسيا هكون نغنين بري وذا هكذا قابلين دعاء هذا كده دال وناجو هذا وهذه ليس أسوأ أدون الدنيا آخر الله بدو وتكون ليس أسوأ وعسوا قادني أن الله قصو أو يعني بر الوالدين كا فائدة أولي هي واي طاووس نك اللي إذا تابعك وين طاووس بنو كيسان الأورنج روح أولي هي وورنا يا نبى وروح طليب ويري أفر ويل بودالي مركزو حنون صدى أضيق بحنون صدى أضيق مركو حنون صدى أفرتي والمد كم ده هذا الله وحو يري الله بقى أمان مدين كدونيا وذيك إنا فر إنك فرت إنا إنك قاعد يعني كرجو جيسة قد قدين تيسة إيو يعني جراجين تيسة تمريدين تيسة إنا ندين دايو ودحالك إنا إلا قفصين هدو وعلى الله وحي أساق وكتك أنا قاعدني
وإما إن أنا نيجي إيد ديسان وما أنت أنا وأنا أضيع كل جوجو وقد قدية أو إلى أودنا عقد عايو ده حال كيسان أنا وحبك كويالني لا والله مدي يلا بوك حتى ده حال كذا قد نكيا يلا يو أضيع حاله كتير جاي حاله هذني والبكى قد نكيا يلا يواي وحال يري أدو أضيع كل جوجو وقد قدية أو أنتو كأدو دنتو كل جوجو أدو ده حال كيسان كذا هذا بس يعرفته واللوجا كلتكي أول بحر وين لود داعي مكته marka odaygii buu iska kor joogtay oo deena walba baari buu haay uu gagadistay odaygii oo uu kor joogay oo waxa uu la mari karay buu la maray odaygii waa dhintay fumaad markuu dhintay halkaas uu ka baxay de suqul kuma yeelan dhalkii qoladii kala saddexdii kala ma iska qaybsan ninki ruya loogu yimid baa leey ruya lagu la hadlo markaas waxa lagu yiri inta makaana kada war meesha tibla inta tagto fakhud min minha yaani 100 dinar boqol dinar ka qaada meesha هذا هبلة تجا، بقول دينار أرض كذا، بقول ذهب هو. مركب أصدق وعشان كان يقولت وحان يربو ريا فيها بركة، بقول كدينار وماش عنك قالنا يقوى بركة لم تاي. قالوا وحي رهدين بري لا ما يبركة ماله، بقول الله عقب لكن بركة ماله. وأبو مركو بريب وحاس كيسي أشعر. سيد عصام أركي أساس الليلة يا محمد سمي هل كمان لعك لعك قال الليلة بقول دينار مركان ويديو بركة ملة ده عن رينا وحال يروي لا بركة ملة مركان سيتلو يروي لعك الناس وقاضي بركة كم قدرنا أن كن نول عنا بركة ده إذا كم ده ناس وقاضي ولعك فأبا ودي ما قاضي نيرو أنا واحد بركة الآن لا يقول شيء ما قاضي فوتية ثانية مر لبعض بهدر الله إما ذي هبين كل بعض إيتي مكان كذا ما شاهب لا أطقه فخذ من يعني منه وحدك قالت عشرة دنانير طبعا شلين بات على لك قال لي قلت وحاني ربي ده فيها بركة طبعا كشلين طبعا بركة لميين قالوا وحي ده دين بري لا ما بركة ما له واجو مركو بريب وهذا حات كيس وشاجة ورا الحقت أنا قفكين الناس وقلعت أول بعد بقول كشلين نقفكيسة وادي ذي هذا وحير وحن بركة لنا نقوم قادم مرة ذي صدحات بلو يمت مركزة وحلو يري إيتي مكان كذا فخذ منه دينارا ما شهب لي يعتقد هل سيل إنه ذهب كقاضي قلت وحان يربو فيه بركة سيل كسيل بركة لما يهاي قالوا وحير هذا نعم وسيل بركة إذا كقاضي مش سمع مركو واجو بريان آذي برو مش سيل كيف أنك سوقاتي سيل مركز قري الله يمت سوق لا آذي وحان يربو دواينا كسر آذي كنا سيل كان سوق مرة على مركو سيت جاي أو سيت جاي وحكوه ري منين لو حبوا ملاي أو وضع أو إيبة لو حبوا ملاي يحملوا حوطيني لو كلهم بوضع ورستاق بلاي ما غي جوا بدينار لو بدن لو كل الربا يهال شيلين بي جوا صار ها وهكذا شيلين كي قالوا لو يصير دينار بس لو يصير ملاي بسوقات غرب ملاي مركي والله قال هذا سومين ملاي الله قال سومها حبوا ديوه ريز مركو سلا أو كلا دلاعية وحاب نحتى للدرة جوهر عجيبه قالها نحتى له كي كلو دلعي مت كلا نحتى له إذا نقدر كي لو حبه جوهرة وهذا قيمة يكون فديان ورم مقالة النس كذا أيا دحيل بس هل بكيسي وسكا كرصدي جوهر ترى إنتو دك إسلام مركة وبقر كي مركة ماشى الحكومة يا أمر بحية وحوي الجوهر وإلا كان قالي هو أذن نفيسة باشي بقى الرادي نين كان موجي نين كلو هاي مج نين كم بقى لوجي مكتيس ما كان كاس ورنجا قد بقى لي باشر ما قاعد يقصي نسا بقر كان الله شيء جيو مركز وحو كسي 30 وقرا صد جديد واحد لقرا ريب كسي صد جديد العقل صار يم حضم نسا مركي لوجي بقر كباشي واركيب وحير مدن وكلا مس ما مو ناقصنا إلا بأخت لها تم طول ما تانه النوع هذا كلا هجرتي هل الراديو ما لقى كانوا حقيقة لو لقيه اللي دي أصدق بقى لو يديه وان هياب ورواتن كم بقى اللي العقد على الغول لبن لابا ياه مركز هاتيه ورصد ان قاديد اللي قسي سوما لحد ان قاديد اللي عقل قرر اللي قسي تي لبن محوكو هلي عرنتاس برق أبيه بوكو هلي يأثار كي أسميه قصدا قصد اللهم دانا نين هو يدي باري وهابي كد عليه وقصدا المغشين وصورة البقرة آي صورة البقرة اللي هذا لغوش يا غيبة وحي يدويل باري ويدي باري وهاي قصة ديسو يتعانو كوي ما تيبا لأي وحاكا مدها قصة مجورة وكتبتو يسوى قاذيان ومفسرينتو حتى يسوى قاذان في سورة البقرة
markii laga warramayey ninkii reer bani israa'iil la dilay, reer bani israa'iil ay u imaadeen nabiga ee ay yidhaahdeen ilaahay noo bare in ninkan qofkii dilay ilaahay u cadeeyo. Waxaa lagu amray inay sac gowracaan. Sac gowraca la yidhi sac. Arrintaa culays bay ku noqotay nimankii reer bani israa'iil ah, maxaa yeelay nin la dilay amarkiisay doonayeen in la cadeeyo, hebel baa dilay la yidhaahdee, waxaa la yidhi sac gowraca. Arrintii markaa waa fahmi waayeen. Sucu muxuu yahay bay markaa galeen inay su-aal galaan. Meeshaa xikmad baa ku jirtay baa la yidhaahdaayo. Imtixaanka qolada la imtixaamay ee la yidhi saca gowraca, iyaga naftooduna aysan qaadanin amarkii ilaahay, hadday horay ka qaataan baa la yidhi, oo sacun intay soo qabtaan iska gowracaan, arrinta waa u hagaagi lahayd. Laakiin arrinta way isku adkeeyeen, oo sucu muxuu yahay iyo see u eg yahay iyo waxaasay galeen. Markaasaa lagu adkeeyey iyagana. Xikmad baa ku jirtay baa la yidhi meesha. Reer bani israa'iil waxaa ka mid ahaa la yidhi, waxaa ka mid ahaa nin rajul saalix ah, wiil yar buu dhalay, hal wiila ayuu lahaa. Wuu dhintay minkaa ninkii geeri baa ku imaatay, wiilkaa iyo hooyadii buu ka tegey. Waxaa la yidhi intuusan dhibanin ninkaa xoolo wuxuu ka lahaa, hal sac uhuu lahaa. Wuxuu sameeyey baa la yidhi marka sici buu maalin soo eriyey, qaalin bay ahayd. Markaasuu intuu soo waday buu wuxuu keenay meel duur ah, meel kayn ahoo duur ah ayuu geeyey. Markaasuu yidhi ilaahayow, sacaas adigaan kugu ammaanaysanayaa wiilkayga intuu ka karo ka weynaado. Sici buu kusii daayey, kayntii buu kusii daayey. Ninkii waa soo laabtay oo wuu iska dhintay. Wiilka hooyadiis baa ogeyd laakiin inuu aabbuhu sidaa sameeyey. Hooyadiina shib bay iska tiri, sici maysa doono nin, maxaa yeelay iyadaba looma dhiibin. Sac duurkaasaa lagu sii daayey, ilaahay baa lagu ammaanay. Wiilkii yaraa marka wuu barbaaray oo wuu soo koray. Wiilkii markuu weynaaday wuxuu noqday wiil baari ah, oo hooyadii baari u ayuu noqday. Wuxuu samayn jiray baa la yidhi habeenka saddex qaybood buu ka dhigi jiray. Habeenka saddex qaybood oo min afar way, waa 12 saac soo maa. Afarta saac u horreeya wuu seexanayaa, afar saacna wuu tukanayaa, wuu cibaadaysanayaa, afarta saac oo kalena hooyadii madaxeeda intuu fariisto sidaa madaxa u haynaya. Hooyadii oo waayeel noqotay markaas. Subaxi markuu waagu baryana duurkuu aadayaayo, qoriyuu ku soo gurayaa dhabarka. Qoryahaa suuquu geynayaa, wuu iibinayaa. Lacagta uu ka soo bixiyo saddex qaybood buu ka dhigayaa, mid asagaa cunayo, midna hooyadii buu ku nafaqaynayaa, qaybka saddexaadna wuu sadaqaysanayaa. Saddexaa qaybood buu ka dhigayaa, lacagtuu qoryaha ka bixiyay, khalaas waxba kale meel ma dhiganayo. Dabeecaddiisu waa saa unbay ahayd. Maalinkiina inuu qorya soo guro ee asagii hooyadii ay nafaqaystaan, waxa kalena uu sadaqeeyo, habeenkiina saddexdaa qaybood unbuu ka dhigayaa. Maalinkii dambey hooyadii la hadasho waxay tidhi, hooyo wiil baari ahaa tahay, waan kuu duceeyey, laakiin qoryahan aad maalin la arka soo guraysa waa ku dhibaysaa. Meeshaa heble la yidhaah, kayntaa heble la yidhaahda, intaad aado aabbahaa sac buu meeshaa ku sii daayee, bal halkaa tagoo sici ka raadi. Sucu waa sac qurux badan oo iftiin badan. Dabeecadda lagu yaqaanana waxa weeye wuxuustoo kaluu noqday iyo ugaar buu iska noqday, oo dadka hadduu arko waa ka cararaya. Marka mar alla markaad aragto uu kaa cararo, waxaa tidhaahdaa ilaah, yacnii waxaan kugu dhaariyey Ibraahiima wa Isxaaqa wa Ismaaciila wa Yacquub baan kugu dhaariyey, ambiyadaa ilaahay rabbigoodii baan kugu dhaariyey, nabi Ibraahim iyo nabi Isxaaq iyo nabi Ismaaciil iyo nabi Yacquub rabbigood baan kugu dhaariyey, istaag dheh. Markuu sici arkay ayuu sidii yidhi, sici marka waa soo laabtay oo wiilkii buu yimid, luquntuu ka soo xiray marka waa soo waday. Sici baa la hadlay baa la yidhi wiilkii, wuxuu ku yidhi wiil yahow, yacnii wiil fiican baa tahay, isoo kor aniga ikor, oo dee rukuub iga dhigo ilaa gurigii, rukuub iga dhiga aniga.
إلهي باكه هذا الشيء سبحانه وتعالى إلهي واكه هذا الشيء كرا ما لا يعقل كرا وهذليان يعني. نبي حديث صحيح صلى الله عليه وسلم النووش هاي مسلم البخاري ما يورينا يان روا هذلي بو النبي النووش هاي عليه الصلاه والسلام يا روا انتو اري كسو دحدعاي نف كلا عرري نينكي اري لا جيري اسك دبسي داي نفكي وكريده مركو كريده روا غيسا اوسو فيريو markaas uu dhiman lahaa yowma sabc maalinka dugaag mooge wax kaloo raacaya uusan jirin yaa iga ceshan doona buri maanta haddaa iga cesh dadkii way yaabeen nabiga majliskiisa fadhiyay waxay yidhiheen subxaana allah dhi'bun yatakallam madhruwaabaa hadlay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu waan rumaynayaa inuu dhruwaagu hadlay abuubakar iyo cumarna way rumaynayaan majliskana maysa fadhiyin markaas sidii cumar iyo abubakar meesha way ka maqnaayeen marka hadde waxaan maalaaya aqilka ilaahay waa ka hadashin dara haduu doono marka sici wuxuu yiri isoful wiliyo wiil baari oo haay wuxuu yiri hooyada imaysan amrin inaan ku soo fulo ani hooyada waxay tiri buri saca soo hoga luqunta soo qabo ka soo xiro soo wad sici wuu hadlay oo wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay haddaad markaan isoful ku yiri haddaad ifuuli lahayd weligaa imaada karteen waan kaa carari lahaa hadda laakiin nin waxaa tahay buurtaas haddii aad amarto inay soo fuqdo ay hortaada socoto way soo fuqaysaa bibirika liumika wa hooyadaa baariga aad u tahay sababteeda wax alla wixii aad maanta ku hadasho ilaahay waa kuu yeelaya ku soconaya xataa buurtaaba allaha ka dhigay sici buu soo waday hooyadiibuu u keenay markaase waxay ku tiri qoryahan aad maalinkasta soo guraysa waa ku dhibtay oro suuqa saca gee suuqa geeyo noo soo gad lacagtiisaan nafaqaysanaynaa markaasuu yidhi maxaan ka soo bixiyaa saca saddex dirham ku soo gad orda saca waxaad ku soo gadaa saddex shilin looduna markaa iyadaa saddex shilin bay joogtaa le markaa uu soo baxay asagoo suuqii u wado nin baa ka hor yimid marka waxay kaloo ugu dartay markaa saca aad gadayso saddex shilin baa lo-da lagu gadaa soomaa ku soo gad saddex shilin ku soo gad laakiin waa inaad ii soo sheegto qof baa diyaar uho aan gadanaya waa inaad igu soo khabar celiso markaa aan ku idmay tiri saaad ku gado nin baa ka hor yimid oo socod ii mi ahaa meeqaa siinaysaa saddex shilin laakiin waxaa shardiyaa biridaa ummii hooyadii waa inaan u sheego ay raalli ka noqoto gad itiraad saas ahaa lix shilin baan kaaga dhigayaa adoon hooyadaa la tashana iga gata saddex galan kuugu daraya markaasuu yidhi ma jirto hooyada ridahaga la-aanteed ma gaday wuu laabtay maskac la soo tashuu yidhi waaye wuu laabtay wuxuu yidhi sici lix shilin baa la ii gaaray lix shilin ma ku gadi karaa orod ku soo gad laakiin qofkii hadduu kuu yimaado lixda shilin kaa siinayay waa inaad igu soo tala celiso aniga ridahaygii amarkayga waa inaad ku gadaa waa soo laabtay markaasuu yidhi lixda shilin baan saca ku gadayaa hadda laakiin bishardi waa inaan hooyaday u sheega haddana inaad diyaar utaho adiga aad gadanayso markaasuu wuxuu yidhi toban shilin baan kaaga dhigayaa ee adoon hooyadaa la tashan igaga tacan ya afar shilin oo kalaan kuugu daraya wuxuu yidhi maqaarkeeda muggeeda oo dahaba haddaad iga siisana kaa gadi maayo hooyaday oon raalli kaahim xawaa isku daalani bu bas waa iyo kac la soo tashuy wuu ku soo laabtay oo markaasuu u sheegay markuu u sheegay waxay tiri hooyey waxaa kuu imaanaya waa malag e bini aadan maaha malag weeye waxaad ku tiraahdaa sideen yeelnaa saca saca sideen yeelnaa ku dheh markuu soo laabtay hooyaday saasay i tirihi maxaan ku samaynaa saca wuxuu yidhi saca ha iska gadina haysta reer bani israa'iil baa qof kale dili doono sac baa loo baahan doonaa sucuna sici inuu noqon doonaa ha iska gadina saca hayso saca bas sicoodii bay la laabteen gurigu geystay reer bani israa'iil waxaa ka mid ahaa marka nin taajir aho xoolo badan oo qani ah walaysa lahu walad wax dhaxlaayo ilmo amale ilaa ibna camin wiiluu adeer u yahay bas unbaa joogo walaalkii dhale wax kaloo dhaxlaayaa ma jiro wiilkuna waa faqiir oo xoolo ma haysto muxuu sugayaa un odaygan inuu dhinto xoolaha la wareego ayuu sugayaa
duqi marka waa dhiman waaye, durba waa dhiman waaye. Waana nin xoolo badan. Mufasiriinta qaar waxay leeyihiin wiilka wuu u yimid adeerka u yahay oo ninkan taajirka hal gabaruu lahaa. Mufasiriinta qaar baa sidaa leh. Markaas wuxuu yidhi adeer gabadhaada igu dar. Markaas inuu kugu dari maayo inaad reerka la wareegtaa rabtaa sooma gabadha iyo xoolahaas ku darto maayo maya. Xoogaa cuqdaduu marka meeshaa ka qaaday. Calaa kulli xaal wiilkii wuxuu dhiriray odayga dhimashadiisii. Wiilku wiil wax haysta ma ahayn, xoolana wax ka xiga male xoolaha adeerkii. Malaha intuu noolaana uma roonayn baan umalayn. Marka dhaxalkuu rabaa inuu kala wareego. Wuxuu sameeyey marka odaygii buu habeen intuu u yimid wuxuu yidhi adeer qoladii reer banu filaan baa xoolo tijaaro a keenay, bal wax faa'iidaan ka raadsanayaa kaalaxo badeecadaas iga qaad, adiga haddaad u tagta way ku ogolaanayaan, laakiin aniga waxba laygu aamini maaye. Masaasaa nabad waaye. Markay xoogaa socdeen oo meesha kusii dhow yihiin, ayr buu un oola baxay toridiisa, markaasuu qalabka siiyey, waa dilay odaygii. Maydkiisii buu qaaday oo markaasuu qoladii ayadaheed korkooda dhigay. Habeenniiba waa ka soo laabtay, subaxii markuu waaguu baryey buu ku kal lahay. Maydkii baa dul yaal, haye adeerkay adinkaa dilay soo ma, adinkaa ninka rabaa, war maana dilay anagu beri baan kana, ma jirto ma jirto. Qoortaa laysu galay marka. Asagii naftiisii waaba nin cuqbaysane, markaasuu orday oo nabi muuse u tegey. Nabi muuse saana dhacday rasuulka ilaahayo, qoladan anigu saana ku haystaa ayga yani yaan ka rabaa adeerka iyuu kor yaallaay. Qoladiina waxay yidhahdeen anagu maana dilin. Nabi muuse waxaa leeyahy marka ilaahay noo bari inuu ilaahay caddeeyo qofkii ninkaan dilay, inuu ilaahay caddeeyo noo bari ilaahay. Nabiyullaahi muuse ilaahay buu beriyey, marka waxaa lagu amray reer bani israa'iil inay sac gowracaan. Sac gowraca, sacaas asaga ana ximin ka mid ah sayntiisa iyo carabkiisa iyo jus ka mida unbay mufasiriintu sheegayaan, isku khilaafaan, laakiin meel ka mida un intaad qaadaan ku dhufta maydka dhanka siiya wuu soo noolaanayaa, markaasuu sheegayaa qofkii dilay. Qofkii dilay buu sheegayaa. Sici asaga ahaa weeye, marka sici baa loo baahday. Sicu waa sac sidee ah? Udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maahi. Sicu wuxuu yahay ilaahay noo bari baha noo caddeeye. Sici baa la tilmaamay oo dhowrka aayadood waata lagu tilmaamay qur-aanka, suuradu lbaqara lagu tilmaamay sici. Markii dambe sici wuxuu noqday meel kale waa laga waayey. Wiilkii baariga ahaa sici uu lahaa ee aabbihii uga dhintay unbuu sifadii wax yeeshay saca unbaa la helay. Way u yimaadeen oo waxay yidhahdeen saca naga gad, maxaa idinka siinayaa, waa qiimaha loodu joogta un ma jir, sac hal sacoo kalaan kuugu bedelaynaa waxaas ma jiraan, labaan kuugu bedelaynaa waxaas ma jiro, saddex sacaad baan kaa siinaynaa waxaas ma jiro, toban bay u gaareen, toban sacaad baan kuugu bedelaynaa, ha ka yaabina buraxad. Waade maxaad ku rabtaa? waxaan ku rabaa anaa garanaya iska dhaafsin, kama gadanaya saca. Nabi muusaa loo tegey, ninkii sici tilmaanti lahaa wiilkaan unbaa haysto, hadday inuu naga gadana waa diidan yahay, ilaa toban sacaad baan u gaarnay, socuna qiimo unbuu leeyahay. Markaasuu yidhi wiilka raalli geliya, warka iska dhaafa, xoolaha sagaa lehe, wax alla wuxuu ku raalli noqda ka siiyaday, saca waad ku qasbantihiin inaad gowracdaan. Sici maxaa laga siiyey marka? maqaarkiisa muggii oo dahabaha laga siiyey, yaa sici looga gaday. Sici baa la gowracay, xibin ka mid ahaa lagu dhuftay maydkii, markaasuu soo noolaaday oo hadlay. Hebel baa idilay, waa wiilku adeerka waa hebel baa idilay. Fa xurima min miiraathihi, markaasaa dhaxalkiisina laga hoojiyey, oo qaatil miyuu wax dhaxlaadee? qofka hadduu qofka dhaxalkiisa leeyahay uu dilo, tee ma dhaxlaayo, ma dhaxlaayo. Cayl haddii loo ogolaan lahaa dhaxalka, dee nin walba ninka waaridkiisa xooga lahaa yuu dili lahaa, markaasuu xoolaha dhaxli lahaa soo ma. Qaatil marka waxma dhaxlaayo, asagana waaba la dilay baa layidhaha, waa la soo qabtay marxaban. Marka wiilkaas baarini wuxuu ku helay wanaaggaas, wuxuu ku helay iyo khayrkaa farada badan. Bibirihi biummihi, hooyadii baariga uu ahaaba ilaahay waxaa ku gaarsiiyey fadligaas. Marka waalidka oo baari loo noqday aad bay u qiimo badan tahay.
waxaan raacinaynaa marka dhibaatada ay leedahay waalidka caasi lagu noqdo. walaal labada waalid oo ku dhashay haddii ay nool yihiin ama mid ka mid a hadduu nool yahay, haddaad caasi ku noqoto oo sababtooda aad janno iyo ilaahay naxariistiisa ku heli weydo, waa khasaara aada u weyn, aad iyo aad u weyn weyn. rasuulkeennu wuxuu leeyahay sal allahu calayhi wasalam, xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay ina min akbari alkabaa'ir, dunuub la galo waxa ugu weyn buu yidhi nabigu, an yalcana arrajulu waalidayh, qof inuu lacnado labadii waalid oo dhashay. wa fii riwaayatin an yasuba arrajulu waalidayh, dembi la galo waxaa ugu weyn qof inuu labadii dhashay caayo ama uu lacnado. qiila waxaa li yaa rasuul allah, wa kayfa yalcanu rajulu waalidayh, ma qof baa labadii dhashay lacnadi karo oo nacallaa idinku yaal dhihi karo, mase ma qof baa caayi kara labadii waalid oo dhashay wax ka sheegi karo? fa qaala, wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, yasubu rajulu aba rajuli fayasubu abaahu wayasubu ummah, nin baa wuxuu caayayaa ninkaas aabbihiis ama hooyadiibuu wax ka sheegayaa, fayasubu abaahu wayasubu ummah, markaasuu asagana hooyadii iyo aabbihiiba caaya. hooyadaa iyo aabbaha in la caayo yaa uu sababaha? dee adigaa u sababaha. markaa ninkaa aabbihiis cayday ama hooyadii wax ka sheegtay, labadaadii waalid baa la caayay. marka adigoo labadaadii waalid toos u caayay baad la mid tahay, adoo toos u caayay baad la mid tahay. xadiidkaa maalinka markuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, asxaabtu aad bay oola yaabeen, kayfa yasubu rajulu waalidayh wa kayfa yalcanu rajulu waalidayh, qof labadii dhashay see u lacnadi karaa, wax uga sheegi karaa? laakiin maanta waqtigan aan joogno ma lala yaabaya. ina min alaayaati waalaxaadiisi maa yufasiruhu zaman, saasay yidhahdeen culimmadu. aayaadkii iyo axaadiista waxaa ka mid a qaar zamanku fasiri doono, maalinkaa waa lala yaabanaa, laakiin maanta waa wax iska mashhuuroo ninka inuu aabbi nin walba aabbihii hooyadii unbaa wax laga sheegaya la caaya. tii ku dhashay sidaa ahayd iyo tii ku dhashay sidaa yeel iyo tii ku dhashay waxaas alla ku yaalla iyo wax kaleba, yacni dhallinyarada maanta yacni reer magaalka wax kaleba iskulama socdaan, caydaa un waalidka la caaya bas away maantao dhan waxay ku tawxiidsanayan ku tasbiixsanayaan cagalmaha. hadduuba ninku xaraaqo yidhahdo maxaad hooyadii wax uga sheegaysaana, waxaa la leeyay waruuxan muxuu arribaadiyaha waan kula ciyaara ka waa buuxu leeyah, waa nin ebera wey. waxay raalli isaga yihiin marka maantao dhan in waalidka la caayo, akhlaaq xumada iyo aadaab darada waay. canuga aan la tarbiyaynin, aadaabta aan la barin, xuquuqda waalidka uu leeyahy waxba aan weligiis looga sheegin. alfuruudu laa tanfacu maca alcuquuq, haddaad waajibaadka ilaahay oo dhan gudato, labada waalidna aad caasi ku noqoto, waxba kuu tari mayso, hal kuma anfacayso. can camar binu murata radia allahu canhu qaal, jaa'a rajulun ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nin socda ayaa nabiga u yimid buu leeyahay, camar binu mura saxaabiga la yidhahda. fa qaala, wuxuu yidhi yaa rasuul allah, shahidtu allaha, shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu llah, waxaan qirayaa oon qirsanahay ilaahay inuu waaxid yahay, adigana rasuulka ilaahay aad tahay. wa sallaytu alkhamsa, shanta salaadoodna waan tukanaya. wa adaytu zakaata maali, maalkaygana zakadaan ka bixinaya. wa sumtu ramadaan, bisha ramadaanna waan soomayaa. maali maxaa ii sugnaaday marka, maxaan helayaa haddaan intaas sameeyo? min alajri wa sawaab wey, maxaa ajir iyo sawaab ahoon helayaa? fa qaala calayhi salaatu wasalaam, nabigu wuxuu yidhi, man maata calaa haadaa, sidaa ninkii ku dhinto, sidaa aad sheegaysa ninkii ku dhinto, kaana maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i yowma alqiyaama, nabiyaasha macooduu noqonayaa qiyaamaha, maca annabiyiin buu noqon, waashuhadaa'i buu noqon yowma alqiyaama, waasidiiqiina maca sidiiqiina buu noqon, kuwa ilaahay ku sheegay weeye, wa xasuna ulaa'ika rafiiqa, dad lala rafiiqo ama lala darso yacni oo daris lala noqdo qolada ugu wanaagsan waay. fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqan baa ilaahay. marka wuxuu nabigu, man maata calaa haada kaana maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i yowma alqiyaama, hakadaa buu nabigu
nabiyada iyo shuhaadada iyo sidiiqiinta mucoodu saa noqonaya hakada wanasaba bayna usbucayhi labada farood buu nabigu saa u taagay wuxuu yihi saasuu noqonayaa maa lam yacuqa waalidayhi shardigaasuu laakiin nabigu xiray maa lam yacuqa waalidayhi waa hadduusan labadiisa waalid caaq ku noqonin waa hadduu yacni shanta uu guto waajibaadka ilaahay uu guto towxiidka iyo salaada iyo zakada iyo ramadaanka soonka iyo uu la yimaado haddee maca annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa buu noqoni maa lam yacuqa waalidayh hadduusan labadiisii waalid caasi ku noqon hadduusan labadiisii waalid caasi ku noqdo soo maa waxa uu sameeyey oo dhan waxba uma taraysaba xadiidka imaamu axmed iyo tabaraani baa warinayay alcuquuq dambun mucajalun cuquubatu caaqnimada iyo caasinimadu waa dembi cuquubadiisa adduunyada lagu soo dedejinayo qofka caasiga ah aakhare un keliya lagu cadaabi maaye cuquubadii caasinimada adduunyadu ku arkay waaba loo soo dedejinaya can abi bakrin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam kullu dunuub yuakharu minha maa shaa allahu ilaa yowmi alqiyaama dunuubta dhammaanteed waa la dib dhigayaa jazahooda iyo abaalmarintooda waa la dib dhigayaa intuu ilaahay doono ilaa yowmi alqiyaama yaa dib loo dhigayaa ilaa cuquuqa alwaalidayn labada waalid caasinimadooda mooyaane fa ina allaha yucajiluhu lisaaxibihi fi lxayaati qabla almamaad buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam qofka caasiga ah ciqaabkii la ciqaabi lahaa ilaahay adduunyadu ugu soo dedejinayaa intuusa dhimanin intuusa dhimanin yaa ilaahay adduunyada ugu soo dedejinaya xaakim baa xadiidkaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi saxiixu lisnaad xadiidka sanadkiisa waa saxiix buu yihi marka qofka caasiga ah adduunyadaa lagu ciqaabay ciribtiisa adduunyada way xumaanaysaa intuuna aakharada gaarin bo yukhshaa suu lkhaatimati suu lkhaatimo ayaa looga cabsanayaabo licaaqi lwaalid marka labadiisa waalid caaqa kuwaa qofka caaqa ah yukhshaa lilcaaqi suu lkhaatima qofka caasiga ah waxaa looga yaabaa inuu khaatimo xumo ku dhinto aad bayna ugu dhowdahay ogow rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar hadduu leeyahay ridallaahi fii rida alwaalidayni wa sukdullaahi fii sukdi alwaalidayn labadaadii waalid hadday kuu cadhaysan yihiin ayagoo kuu cadhaysan aad dhimato hadday ilaahay oo kuu cadhaysan baad dhimatay khaatimada kuu hagaagaysa maxay tahay marka haddii mar ilaahay kuu cadhaysan yahay waa khaatimo la-aan wa can cabdillaahi ibni abi awfa radia allahu canhu cabdullaahi ibni abi awfa saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahay kunnaa cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam maalin baan nabiga la joognay oo agtiisaanu fadhinay bu fa ataahu aatin nin socdaa nabiga u yimid fa qaala wuxuu yihi yaa rasuula allah shaabun yajuudu binafsihi halkan waxaa ku sugan nin dhallinyaro ahoo naftu qaadqaadayso yajuudu binafsihi naftiisiibaa baxaysaba dee nafti baa hayso fa qiila lahu qul laa ilaaha ila allah qofku markuu dhimanayo se tawxiidka looma laqino waxaa la yidhi buu loo yidhi ninkii war qul laa ilaaha ila allah dheh falam yastadic lisaankiisii waa laga xidhay tawxiidka fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi akaana yusallii war ninku sooma tukan jirin soo nin tukan jiray maaha qaala wuxuu yidhi ninkii khabarka usoo sheegaya nacam ehlu salaad buu ahaa ninkaa wax masaajidka kaga badnaa ma jiro fanahala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu markiiba waa kacay wanahadnaa macahu annagana waan raacnay buu leeyahay cabdullahi ibni abi awfa saxaabiga la yidhahda fa dakala cala shaab ninkii dhallinyaraada buu nabigu u galay wuu dul istaagay fa qaala lahu wuxuu u yidhi qul laa ilaaha ila allah falam yastadic lisaankiisu waa kari la-yi sidiisa kale ninka waa xayi yacni waa markaa nafti baa hayso waa dhow yahay laakiin nin hadda yacni waa nin caadi ahoo hadli karo warfaadayo hadalka kaleeto dhan waa caadi tawxiidkii baa loo diidaya lisaankiisa asaga naftiisu wuxuu leeyahay ma awoodo ma kari karo qaala wuxuu yidhi nabigu lima war ninkan maxaa ku dhacay maxaa saan ka dhigay ninkan markaasaa qiila lahu nabigu waxaa loo yidhi kaana yacuqu waalidata hooyadiibaa nool oo hooyadii yucaasi ku ahaa ninkan maa shaa allah
hooyada weliba hadda waa sii cajaa'ib badan tahay ogow ya hooyada xuquuqdeeda aada u sii fara badan waxaa lagu caasiyana hooyadaa u badan ogow maxaa yeele odaygu inuuba waayeelo moogay wuu iska kaa dhicina moogtay wuu kula dagaalami hadduu rabay ilaa muddo uu ku dili baadoo weyn xataa laakiin hooyo wiilkan hadduuba dhowr iyo toban jir gaaro halkaasuu istaagayaa lama hadli karta xataa hadday kusoo dhaqaada dhagax buu qaadanay wuuba dilaya marka nafteedayba oga baqay waa miskiin de dhibkee kula soo martayna hadde wax agee ha dhowna tabar male de marka hooyadiibuu caasi ku ahaa ninkan faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam axayun waalidatu war ma nooshahay hooyadii qaala waxay yidhahdeen nacam waa nooshahay qaala wuxuu yidhi nabigu udcuuhaa war iigu yeedha hooyadeed u yeedha fadacowhaa way u yeedheen rasuulkaa kuu yeedhaya la yidhi calayhi salaatu wasalaam marka hore dee inay qabrigiisa imaato maysan rabin adduunyadu ku gooye laakiin nabi maxamed baa kuu yeedhaya markii la yidhi way soo orotay fajaa'ad way timid faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam haadaa ibnuki kan adiga miyaa dhalay soo adigu maada dhalay qaalad waxay tihi nacam yaa rasuul allah anaa dhalay laakiin dhalmadiisu maxay iigu filan tahay soo sidaa ma yidhahdaan anaa dhalaye laakiin waa kaa faqaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ara'ayti in ujijad naarun dakhma dab weyn haddii la shido balka waran buu yidhi haddii dab weyn meeshan lagu shido oo faqiila laki adiga lagu yidhaahdo in tashfaciina lahu haddaad u shafeeca qaado oo war iska daaya aad tidhaahdo khallaynaa canhu waan daynaynaa wa ilaa axraqnaahu bihaadihi naar haddii lagu yidhaahdo balka waran dab weyn intii la shido oo qoryo dogobyaho waaweyn laga buuxiyo dabkaa markuu si fiican u hudha haddii la yidhaahdo haddaad nooga ergeysa waan daynaynaa haddii kale soo maaha dabkaan umaan ku ridaynaa balka waran ma u shafaaca qaadi lahayd akuntii tashfaciina lah ma oga ergeyn lahayd waxaan jirkaaga unbaa laga soo gooyay adigaa dhalay qaalad waxay tihi idan ashfacu yaa rasuul allah haddayba arrinta aniga laygu xidho waan isaga shafeec qaadi lahaa bay tihi waa u shafeec qaadi lahaa faqaala wuxuu yidhi nabigu fashhad illah ilaahay markhaati geli washhadiini anigana imarkhaati geli annaki qad radiiti canhu inaad ka raalli noqotay ilaahayna markhaati geli anigana imarkhaati geli faqaalad waxay tihi allahuma innii ushhiduka wa ushhidu rasuulaka annii qad radiitu canhu ilaahayow inaan ka raalli noqday baan ku markhaati gelinay rasuulkaagana wuu markhaati gelinaya inaan ka raalli noqday faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu markaasuu wiilkii la hadlo wuxuu yihi yaa qulaam qul laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah